مراسلنا من هناك ردفان أدبيس. ردفان، آخر التفاصيل المتعلقة بكل هذه الاستهدافات الحاصلة. نعم، بحسب بيان الناطق العسكري لميليشيات الحوثي بأنهم نفذوا عدد من الهجمات، منها إطلاق الصواريخ على السفينة، قالوا بأن إسرائيلي في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، وأيضا إطلاق عدد كبير من المسيرات على البرية الأمريكية كما قال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي. كانت قد سبقت هذه الهجمات قصف عنيف مساء الأمس من قبل الطيران الأمريكي البريطاني على عدد من المواقع التابعة لميليشيات الحوثي، خاصة في محافظتي الحديدة وكذلك حجة وأيضا أطراف مدينة تعز، خاصة في القرى أو المدن المطلة مباشرة على البحر الأحمر في التخوم الجنوبية لمحافظة الحديدة في التحيتة ومنطقة الفازخ، وأيضا الاستهداف المتواصل لرأس عيسى في الصليف غرب محافظة الحديدة. القيادة المركزية الأمريكية تقول بأن هذا الاستهداف هو لمنصات أعدت لإطلاق الصواريخ أو المسيرات من قبل جماعة الحوثي، لكن بعد هذا الاستهداف وبعد كل قصف يكون من قبل الطيران الأمريكي البريطاني نشاهد بأن ميليشيات الحوثي تقوم بإطلاق عدد من الصواريخ واستهداف عدد من السفن بشكل أكبر، بمعنى تحول الصراع في البحر الأحمر من مرحلة إلى ما هي أو إلى مرحلة أشد من المرحلة السابقة. تصاعد الصراع منذ الأسبوع الأول داخل البحر الأحمر وإطلاق الحوثيين عدد هائل أو كبير من المسيرات على البوارج الأمريكية زادت في الأيام الأخيرة، خاصة مع بداية شهر رمضان. هل تتوفر عندك ردفان لربما تفاصيل أو معلومات أكبر عن مدى الأضرار التي لحقت بباسيفيك 01 المدمرة الأمريكية؟ دائما البيانات هي ما نسمع من القيادة المركزية الأمريكية بأن حتى لا يوجد أضرار على بعد كذا، لكن البيان المختلف يوم أمس للقيادة المركزية الأمريكية عن البيانات السابقة يقول بأن استطعنا التصدي. كانت تقول بالماضي بأننا أسقطنا الصواريخ كانت على بعد كذا، لكن يوم أمس كان البيان للقيادة المركزية الأمريكية مختلف تماما، تحدثت حتى عن جماعة الحوثي الإرهابية بأن استطعنا التصدي لكل هذه المسيرات ولكل هذه الصواريخ. تقول أسلحة جديدة متطورة لجماعة الحوثي في اليمن والتي تقوم يوم أمس كان التهديد بأن ليس فقط للبحر الأحمر ولا باب مندب ولا خليج عدن، ولكن تحدث زعيم جماعة الحوثي بأنهم سوف يستهدفوا السفن الإسرائيلية الأمريكية أو البريطانية في المحيط الهندي وجنوب، وإنهم لن يسمحوا لها أيضا التقدم باتجاه الرجاء الصالح، بمعنى أن هناك الحوثي يمتلك صواريخ كثيرة وعندها القدرة على الإطلاق إلى أماكن بعيدة. الكل في الداخل يتحدث عن التساهل الأمريكي البريطاني هو من أوصل. هل نشير هنا ردفان أن هناك يعني سفن إسرائيلية؟ يعني البيان الحوثي قال انه ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن اسرائيليه وامريكيه، هل نتحدث هنا عن سفن اسرائيليه اصيله؟ البيان اليوم لجماعه الحوثي يتحدث عن سفن اسرائيليه، كان يتحدث في السابق عن سفن بريطانيه او شركات معينه تقوم بالنقل الى 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 اسرائيل، لكن اليوم يتحدث على ان هناك سفينه اسرائيليه وأن هذا القصف جاء على التحول. حتى في الخطاب لزعيم جماعة الحوثي مساء الأمس قال نحن قدمنا 34 قتيل وعدد من الجرحى خلال هذه الغارات التي شنها الطيران الأمريكي، وعندنا القدرة على استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلي بالتحديد إلى المحيط الهندي وإلى أبعد من ذلك.